على ربى الأمس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لا يزال فريق ون نيشن وزملائه العاملون في مراكز إيواء معسكر جباليا شمال قطاع غزة يواصلون الليل والنهار لمساندة إخوانهم النازحين في مراكز الإيواء، حيث نقوم اليوم الثلاثاء 30 أبريل بإعداد مشروع الرغيف الخيري لتوزيعه على النازحين الجوعى المحاصرين في مراكز إيواء معسكر جباليا شمال قطاع غزة، بدعم كريم وسخي من أهل السخاء والعطاء، أصحاب الأيادي والقلوب البيضاء، الإخوة الكرام في مؤسسة ون نيشن. بارك الله فيهم وتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال والطاعات، وأطعمهم الله من ثمار الجنة كما أطعموا إخوانهم في شمال قطاع غزة. نسأل الله العظيم أن يطعم من أطعمنا وأن يسقي من سقانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خليكم معنا. شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤاد كان عطشانا بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربك القيانا. على ربى الأمس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤاد كان عطشانا بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربك نلقيانا. من أجل آيات ربك نلقيانا عن ضيق هذه الدنا نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحانا. به لقينا عن الأحزان مرتحل في غربة العمر كان الحفظ أوطانا. إذا تكاثرت الآلام